احتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية أطلقت حملة لتسليط الضوء على الأماكن والشخصيات التاريخية اللي كان ليها بصمة واضحة في بناء الدولة السعودية، وكذلك استعراض ما تشهده المملكة من تطور ورخاء. وأطلقت مسك بالتعاون مع كل من دارة الملك عبد العزيز وإحدى الوكالات اليابانية فيديو العوجة، وهو أول مشروع بيستعرض تاريخ المملكة العربية السعودية بأسلوب القصص المصورة. هذه القصص مستوحاة من شخصيات أبطال الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. الحملة بتتضمن كمان إعلان سينمائي وسباق للدراجات في قلب التاريخ، وبتختتم مسك احتفالها باليوم الوطني السعودي بتنظيم مسيرة بينطلق فيها المشاركين في رحلة في قلب التاريخ السعودي للتعرف على أبرز المواقع التاريخية اللي مر بها جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس المملكة خلال فتح الرياض. طبعاً كل عام وكل الإخوة والأشقاء والأصدقاء في المملكة العربية السعودية بألف خير، وكمان كل التحية لجلالة الملك سلمان وولي عهده والحكومة والشعب السعودي، وإن شاء الله رب مزيد من الإنجازات، وكمان كل سنة يكون فيه تقدم على كل المستويات. وده طبعاً عهدنا جميعاً بالمملكة من سنين طويلة جداً، كل سنة بنلاقي تقدم وتقدم، وبإذن الله نلاقي أكتر من كده بإذن الله خلال الفترة الجاية.